ما نجمش ننساه خاطركش خلت ريان الحقيقي بين برسمي كانت صدمة كبيرة. توصل حتىش لمية عام القدام هي غرام ما يموتش جملة. ما نحبش نكون باشا بيسيميزم، مي سؤالك فرض عليه هذا. الأعلى غرام جمع برشا شباب شاركونا تجاربهم، وبين الفرحة والتعب بحكولنا حكايتهم، هربنا بيهم 50 سنة قدام وتخيلنا مع بعضنا تطورت الأعلى. اسمي محمد أمين، نخدم في راديو بالما، عمري 22 سنة، وعندي شوي عنف ساعات مع أصحابي، أما الأكثرية نسنكر. ريان 17 سنة، نشط في راديو مكتاريس نيوز، بريسك عندي عام وأشهر، تغرمت بالجورناليزم وخصيص الراديو من الجروب اللي كانت قابلي ومن حكاياتهم اللي وصلتني. اسمي هو ميمة بن فكيرة، عمري كما قلت 23 عام، تابع راديو بالما جابس. سنة بيهابياك تشوف هابي على الأخر، من المتلين، نشط في راديو المتلين، عندي حكاية 3 سنين كيكا. ريان بفتح الله، عمري 19 عام، دخلت اوكي دخلتش نحب الصحافة برشا، ما كنتش انتريسي ياسر، مي الخدمة السوتيرا خليتني نحب الشيء اللي فيه، خاطرني انا من اصلي نحب نصلح، نحب نظهر الحقيقة، نكره الكذب، نكره النفاق، ونكره التبلعيط نتاع وسائل الاعلام الموجه. بهي حسين بعبيدي، 21 عام، من جابس، دخلت للراديو من اول محل الراديو، عامين ونص بريسك، التالي كنت من اول مؤسسين بتاع راديو بالما في جابس. صارت لك اكسبيريونس باهية وخايبة في نفس الوقت، كي خرجت نصور في مؤسسة فحيط طايح، نصور لبس عليا مريم راجلي حتى صدم علي الحاكم، ما كنتش نوقع حاكم قطار كهرباء سيفيل، هبط يحكي معايا، كلمني باحترام، جاوبته باحترام، بعد كده قال لي حبس معايش تصور، قلت له ليش نو المانع، قال لي ما عندكش الحق تصور. نجم نقولك أول حاجة طبعت في مخي هي أول ما تحل الكاستينج في راديو بالما، دونك قدمت كيف كيف برشا ناس أخرين، معناتها حبيت نعمل كاستينج، حبيت نشارك زادة كيف كيف في الراديو هذية ونعيش اكسبيريونس بتاع ميديا وجورناليزم. الاكسبيريونس بتاع جريدتي ما نجمش ننساها خاطركش خلت ريان الحقيقي بين، وقت نبدأ في وسط الجروب بالحق نحس روحي ريان قاعد يتصرف ويحكي ويخدم ويخرج اللي قرين تالي فيه، وما هيش بشتة تنسي دخولنا المجلة جينيس الأرقام القياسية. نشو نحكي لك، انت كي تسمع هذه بركة تفهم. يمكن وقتها كان أنا برسك عندي كاميرا ونصور كاميرا فيديو، صارت عركة في استاد وكله، فما معناها الاربيتر معطاش بلانتيات الفريق الضيف، صارت عركة ضرب ومضروب وحاكم وتكسير، الوحيد اللي عنده ليروش هو أني، به الرابطة تكلم فيه أني، الكيبات الزوز يكلموا فيه أني، أني بديت معروف، الباقة جتني للدار ومرة في حياتي حبوا ليروش، شحب شكون يشوف الضرب، ما فهمتش شنو مش نعمل خاطر برسمي ساعة، معناها كان أني نصور وقت اللي روش ديجا مازالوا موجودين، معناها عندي كنشوف كيفاش عباد يضربوا، كيفاش معناها الحاكم يضرب والجمهور والجوارات ركرت بعضها، والوحيد اللي عنده روشات هو يعني، معناها هكية وقتها حتى مالية خافوا كل قالوا يزيك، معناها ما عادش تمشي، كيفاش معناها الباقة جت للدار. 50 سنة قدام كيما نحكيو على احنا 50 سنة التالي كيفاش كنا نخمو في 2020، كيما 1970 تصور كان داك مع عبد تقول له شي تصور في 2020 باش يصير، قول لك والله شويه كراهه بتمشي تجري على الميه وشي ولي على برشا ماكلة، ما تصورش باش نهار شي نهار يبقى روح يتصرف مع ديزيكرون تاكتيل، ما تصورش روح نهار يوصل يحكي كلمتين يلقى فيسبوك وما بتطلع انونس، ما تصورش روح يجي نهار ويلقى روح ويمشي بسمارت ووتش نجم تخرج ويمير تتطبع على ايده ويرى فيها وايده تولي اكرام. شو البروغري تكنيك والتكنولوجي والتطور متاع العالم تو اللي ولا قائم على انتليجنس ارتيفيسيال وعلى داتا ساينس اكسيتيرا، ما يخليك تكسبكتي كل شيء، يخلي مخك محلول على بلوزيور بروغري ينجموا يصيروا في السنين الجايه. كما انا تو نتصور انه نحدد ليميت، والا نتصور انه باش نقعدوا في نفس المرحلة اللي احنا فيها توا، ما نتصورش. الدنيا تجري برشا، العالم يجري برشا في التطور التكنولوجي متاعه، دوك وسائل الاعلام ممكن حتى تولي بيو ديجيتال، لازم تحط ليميت
البروغري التكنيك اللي نجم يصير في الخمسة في السنين القدامرة. نراه ماهوش بشي طاول، راه بشي يضمع حل شيئا فشيئا، بويسك اللي شادين البلاد هما اللي يتحكموا فيه، ومالوريزمون اللي شادين البلاد هما بارونات فاسدين مش باش يخلوه يتطور الا اذا تغيروهم. يمكن راو جيلنا نحن جديد وباش قادر يعمل حاجه بالرسمي تضيف للميديا ككل. السلطه باش تندثر الساعه، خاطر نحن بطبيعتنا شعب ما يحبش يكون يبدا متسلط عليه باش يوجهوا كيما يحبوه ولا حاجه، باش تكون حريه تامه. دونك ما عادش فما حاجه اسمها سلطه ذي باش يعملوا عليه. هو الاعلام ما باش يتنحى، خلي السلطه نتاعو باش تقعد، باش تكون حياه تمشي بسلاسه محلاها من غير سلطه ومن غير اعلامك التافه هذاك اللي نشوفوا فيه تو، اللي كنا نشوفوا فيه. باهي ركبت في ماشين ومشيت ل 2100 براسمي، كانت صدمه كبيره اللي العباد الكل نحسبوا رواحنا في 2100 معناها باش نتقدموا وكل، مي لقيت روحنا بالعكس، رجعنا بالتوالي، رجعنا كيفاش الانسان البدائي كيفاش يعيش. صارت حاجه كاتاستروف في 2075 برسك توفوا كلهم، فماش برش عباد كي يعيشوا في الغيب، ما يعرفوا حد شيء، رجعوا عباد بدائيين زي في العصر الحجري، ما يحكوش، يحكوا بلغة معناها جديدة، بلغة الإشارات، يصطادوا معناها في الحيوانات ويأكلوا في بعضهم. تصور هيك يكون 2100. إخراج جروب فيزيون، معتز ورتاني، أميني شيخاوي، نورس يونس. مونتاج معتز ورتاني. ميكساج جروب فيزيون، معتز ورتاني، أميني الشيخاوي، نورس يونس. ميوزيك ترانكواليتي.